سبحان من بكت من خشيته العيون وسجد له المصلون وصام له الصائمون وقام له القائمون سبحان من يسبح بحمده الأولون والآخرون وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه جل وعلا وعذب اسمه في الأفواه وحلا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم احفظنا والمسلمين والمسلمات من شر الشبهات والشهوات وخص منهم أبناءنا وشبابنا والشابات يا رب الأرض والسماوات اللهم كما أكرمتنا برؤيتهم فأكرمنا بعافيتهم وهدايتهم وتوفيقهم يا رب العالمين اللهم نور قلوبهم وعقولهم واحفظهم من أن يكونوا معول هدم لأمتهم وأوطانهم ومجتمعاتهم اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا بهداك واحمهم بحماك واغنهم بغناك ولا تكلهم إلى أحد سواك اللهم نورهم بمعرفتك وأسعدهم بمحبتك واجعلهم حصنا حصينا من كل عابث وكائد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انقلهم من ضيق الذنوب إلى سعة التوبة اللهم انقلهم من ضيق الذنوب إلى سعة التوبة وارأف بحالهم وجنبهم الغفلة والهوى إلهنا ما علمنا عنهم إلا أنهم يحبونك ويحبون رسولك صلى الله عليه وسلم يا الله يا أجمل الأسماء يا أقرب الأسماء يا أكمل الأسماء اللهم اقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم واجمع بينهم وبين
بين أمانيهم واجعلها فيما يرضيك. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا وأبناء وبنات المسلمين. اللهم إنا نستودعك إياهم يا من لا تضيع عندك الودائع. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بكلائك واكنفهم بكنفك واكفهم بكفايتك. اللهم احفظهم في غدوهم ورواحهم وليلهم ونهارهم وصحوهم ومنامهم وخلوتهم وجلوتهم وفي جميع شؤونهم اللهم من أراد أبناءنا وشباب أمتنا بسوء في صحتهم وأفكارهم اللهم ضيق حاله وخيب آماله واقطع حباله وحطم نباله ولا ترح باله وأفقده صحته وماله. اللهم وخص من دعائنا هذا شباب وأبناء الإمارات. اللهم اجمع أيديهم بأيدي ولاة أمورهم. اللهم ارزقهم حسن السمع والطاعة لهم واجعلهم من أبر الناس بولاة أمرهم وسائر شباب المسلمين يا رحيم يا رحمن يا منان يا كريم. اللهم احفظ زايدنا وعاف خليفتنا وبارك في محمدنا ومحمدنا وأدم الأمن والأمان في دارنا وارحم شهداءنا واحفظ جنودنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون وصل على نبينا محمد ما غفل عنه الغافلون وسلم تسليما كثيرا.